السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. نتمنى لكم تكونوا مزيانين، الصحيحه ديالكم بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى خير ان شاء الله. معكم وصفات امي ام ناجحه. ان شاء الله اليوم غنشارك معكم حريشات صحيين ولذاذ ورائعين بالدقيق ديال الشعير كيف ما كتبان معكم في الصوره. كيجيو يا سلام يا سلام. المهم مع شويه ديال الجبن والعسيله غادي ندوقهم ونقول لكم كيف جاني هذا الخير. تبارك الله ما شاء الله، هادشي بنين بزاف، غير جربوهم على حسابي جربوهم. ندوزو ان شاء الله نتعرفوا على الطريقه والمكونات. بالنسبه للمكونات غادي ناخذ سميده الحرشه، باش كان عفوا السميده اللي دائما كنديروا بها الحرشه، سميده رقيقه. طبعا نوريكم حتى الباكيه ديال هذه الحرشه اللي كنستعمل من قبل، يعني كان واحد الغلاف ولا واحد الساشيه واحده اخرى، ودابا رجعوا داروا هذا الغلاف. بالنسبه للناس اللي كياخذوها من البيني ماركت راه كيمشي وما كيلقاوهاش، راه غير بدلوا ليها الغشام، ما هي راه ديجا كاينه. المهم غادي نضيف عليهم هذا الدقيق ديال الشعير كيف ما كتشوفوه معايا، هو هذا. غادي ناخذ منه حتى هو جوج ديال الكيسان، وغادي نغرب لهم الا فيهم هكا شي حسيكات ولا، المهم حاولوا تغربلوه لان كيكون فيه داك الحسيكات. القياس في المجموع هنا اللي احتاجيت يعني نص كيلو، كنعبروا بالميزان، اعطاني 500 غرام. صافي غربلو هذاك الدقيق ديال الشعير، من الاحسن تغربلو. غادي نضيف شويه ديال الملحه، تقريبا هكاك واحد المعلقه، معلقه وشويه. المهم المعلقه راه صغيره هنايا، وديبين ديال الملحه بعد المرات كتكون الملحه اللي غليظه خشينه، وبعد المرات كتكون الملحه رقيقه. يعني ملي كتكون رقيقه بزاف ما كت كيف ما كنقولوا ما كتملحش، داكشي علاش كندير واحد النغيزه. بالنسبه لهنا ضفت واحد راس معلقه ديال الخماره ديال الحلوه، وراس معلقه ديال الخميره ديال الخبز الجافه، وزدت عليهم واحد المعلقه عامره ديال العسل، ولا تقدروا ديروا السكر اللي بغيتوا. المهم العسل باش نحاولوا نجيبوا الوصفه ديالنا صحيه. انا ضفت واحد نص كاس ديال الزيت، زيت الروميه عاديه. بغيتوا تضيفوا زيت البليه غادي تضيفوا زيت البليه. صافي وغادي نبسبسها بالطريقه العاديه اللي ديما كنخدم معكم الحرشه. وطبعا بزاف ديال الناس اللي جربوا الحرشه ديالي ونجحت معهم كيخليوا لي تعليق وكيقولوا لي راه صدقات معنا، راه طبقنا داك الشيء اللي قلتي لنا بالحرف وراه جات ناجحه. حتى هذه ان شاء الله طبقوا هذا الشيء اللي كندير، كنبسط معكم لاقصى حد باش كل شيء اللي مبتدئ يعني بكل شيء الناس يفهموني شنو، يفهموا الوصفه ويطبقوها وتجي ناجحه معهم، واخا يكون عاد الناس مبتدئين وما يعني ما عندهمش خبره في انهم داروا الحرشه، وهذه اكيد راه غادي تنجح معكم غير تبعوا التفاصيل. بسبسناها كيف ما شفتوا مزيان، وزدت عليها جوج ديال الكيسان ديال الماء، درناها غير بالماء صافي. وكنجمعوا الخليط ديالنا وكنخليوه واحد المده ديال 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، كيرجع لينا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، ديك السميده كتشرب وكترجع العجينه جامعه راسها. داكشي علاش كنخليوها كترتاح، باش ملي غادي نبغيو نكوروها ولا نشكلوها ببساطه غادي تشكل معنا. المقله هنا كندهنها انا بالزيت بالزبده، ماشي كندهنها راه كنطليها، لان انا عندي المقله ديالي كتلصق. ودهنت حتى هذيك القالب فاش غادي يعني نشكل هذوك الحريشات، دهنتهم بالزبده باش ما تلصقش ليا. وبالنسبه ليا هنايا غادي نمررها انا في التيشه اللي وريتها لكم، تيشه هذه عندي تيشه تقريبا متوسطه، ماشي ديك الغليظه بزاف، المهم تيشه معين. فاش لويتها فاش مررت هاد الكرات، طريقه سهله وما كاين مبسط منها، كتاخذوا واحد الكميه من ديك العجين وتحاولوا تكوروه، يعني ديروه على شكل كره وتمرروه في ديك التيشه ولا السميده ولا فاش ما بغيتوا عفوا فاش ما بغيتوا تمرروه نتوما. عفوا مررو ناتي نشرب الماء. انا شربت الماء عاد باش مشات لي داك الحال اللي جاتني ملي كنبقى كنهضر لواحد المده، يعني وانا كندير الصوت في الفيديو
كتجي داك داك الكحكاحه. المهم بلا ما نشرح لكم كتير، لان اصلا الطريقه راها شرحه راسها براسها وسهله وبسيطه، غير داك القالب حاولوا انكم تدهنوه بالزبده باش يسهل عليكم تحيدوا منه هذيك العجينه هكا بكل سهوله. مباشره انا كنحطهم في المقله كيف ما كتشوفوا بارده، يعني ما حطيتهاش حتى سخنت ولا حتى كنعمر المقله ديالي. عفوا، هي جاتني عاوتاني هذيك الكحكحه. غنبقى غير كنشرب في الماء صافي، وكنعمر المقلاه كلها وكنشعل البوطه. بالنسبه للبوطه حاولوا انكم تحطوها على نار، المهم ما تكونش قليله، من الاحسن تكون فوق المتوسط شويه، ما تكونش مجهده بزاف وما تكونش قليله، يعني ديروها ما بين وما بين. صافي، كنحطهم هكا هنايا فوق البوطه وكنخليهم حتى كينشفوا، يعني انا عيني عليهم مني كينشفوا هكا من الفوق، كيبانوا لي ينشفوا من الفوق، فوليري انهم راهم طابوا من التحت كيف ما شفتوهم دابا هكا. ها انتم كنقيسهم انا بالاصبع ديالي، كيبان لكم هكا في الشوفه بانهم نشفوا. صافي، ترى يعني اوتوماتيكمون كيكونوا من التحت تحمروا. كنبدا كنقلب فيهم بهذا الشكل، او ميم طو اتاي اتاي راه كيوجد باش كناكلهم هما سخونين. كنبدا كنطيب فيهم ونردو البراد ديال الغلاي كيطيب. صافي، بما كيكملوا مع شي كويس ديال اتاي بالشيبه دابا حاليا، حتى النعناع شويه مهم نديروه بالشيبه، وما نعاودش لكم راه كيجي رائعين. لدرجة أنها بنتي لغت ليه فاش بغات تمشي للمدرسة، قالت لي ماما دير لي هذا في الميريندا، عجبوها عجبوها بزاف. نشكركم السلعة. المهم كتحلوهم وديرو فيهم اللي بغيتي. صافي، وديك كيف ما شفتو معايا انا ديك التيشه كت يعني كتطلق لك كتحرق، حاولوا تكحزوها ولا تحيدوها، وعاد ديروا هذوك اللي بقاو ليكم وطيبوهم بنفس الطريقة. ها انتوما كيف ما كتشوفوا على عينيكم، ما خبينا عليكم والو، كل شيء واضح في الصورة، غير تبعوا وطبقوا وبالصحة والراحة، وتهلاو ليا في راسكم. الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله، واي تساؤل خليه ليا في التعليق، ومرحبا بالتساؤلات ديالكم كلها وكيف ما كانت. يلا تبقوا على خير، مع السلامة.